قال انه يلحق على الاتصالات اليوم يقدر يتصل ويشارك ونقول لك يا سجنان يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الورد عليكم ان شاء الله، يسعد صباحكم وصباح كل مشاهدينا الكرام. نعم سجنان لك الجو، تفضلي. شكرا يا حلوين، شكرا. اهلا وسهلا بكم وفقرة الابراج لهذا اليوم، احب ان اقدم لكم اجمل تحية صباحية مني احبابي مشاهدين برنامج يوم جديد وقناة الرشيد، تحية لكم جميعا. ان شاء الله نتمنى لكم نهار مليء ببركة الرب سبحانه وتعالى لانه ما لنا غنى عنها دائما. ان شاء الله نهاركم مبارك يكون مشمول بالتسهيلات اللي تتمنوها وتقضوا بسلام وطمأنينة ومحبة، لأنه المحبة دائما فوق كل شيء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. الأخبار الفلكية تقول أن القمر انتقل إلى برج السرطان المائي، وحسب انتقالته إلى هذا البرج فإن هناك توقعات جديدة واختلافات في أكيد الخارطة الفلكية، وهناك أبراج راح تكون مستفيدة وأخرى مستفيدة بالدرجة الثانية، وهناك أبراج ممكن أن تكون غير مستفيدة. بالحقيقة كوكب المجموعة أو كوكب اللي هو نقدر نعتبره التابع كوكب القمر، القمر لهذا اليوم متواجد مثل ما ذكرنا في برج السرطان المائي. طيب بوجوده في هذا الموقع ترى من يخالف ومع من ينسجم؟ حقيقة أنه الشمس متواجدة في برج الميزان، وكوكب عطارد يقطع مسيرته كذلك في نفس ذات البرج. ليش؟ لأنه يوم 10 بالشهر، يعني إحنا من 9 أو 8 نبدي نأخذ بنظر الاعتبار حركة هذا الكوكب لغاية ما ينتقل إلى برج آخر. إذن في هذه الفترة متواجد في برج الميزان كوكبين، كوكب بلوتو تقدم في برج الجدي وأصبح هناك الزحل مع بلوتو في برج الجدي. طيب إذن وجود القمر في برج السرطان بشيء من المشاكسة أو بشيء من الموقع الذي يشكل زوايا تربيعية وزوايا مواجهة مع الكواكب، على هالأساس تعتبر هذه الفترة نوعا ما بها شد فلكي. فالمفروض بهذه الفترة ننطي فد نصائح لأجل الأبراج اللي تكون مشمولة بهذا الموضوع، حتى هاليومين تقدر أنه تحسن العمل وتحسن التصرف، لأجل أنه ما تكون هذه بداية لفد يعني فد أمر غير مستحب. حقيقة إحنا ما نتحدث هالحديث لأجل أنه نثير المخاوف، هي فترة وتنتهي. طيب وجود القمر في برج السرطان شوية بمشاكسة وغير محبب حقيقة فلكيا. طيب يوم 4 بالشهر راح ينتقل القمر إلى برج الأسد، فتخف هالمشاكسة، بالعكس تصبح وجوده مع وجود القمر مع الشمس وكذلك يعني عطارد وانسجامه كذلك مع زحل وبلوتو، لا راح يكون هناك شيء من الانسجامية. فهاليومين أتمنى للأبراج اللي تكون مشمولة بالمشاكسة الفلكية أنه تأخذ الأمور ببساطة، ما تسمح لأحد أنه يستفزها. ممكن يكون هذا الشخص نوعا ما نتيجة لهذا التأثير الفلكي يستقطب فطاقة سلبية، يبدو متكاسل، يبدو عصبي المزاج، غير متقبل لمفاهيم الآخرين، ممكن يكون مندفع في تصرفاته، ممكن أنه نلاحظ كبار السن إذا عندهم فد عارض صحي يكون هاليومين شوية يحسون بهذا العارض أكثر. فهذه الفترة ممكن تكون مؤثرة صحياً، شخصياً، اجتماعياً،
نفسيا في كل واحد حسب ظرفه. فلهذا من ننطي خبر نقول هذه اليومين شوية ناخذ بيها حذر، نقرر مع نفسنا أنه تكون هذين اليومين لازم نقضيها بسلام مهما كان الثمن ومهما كان السبب، فتعدي الأمور أحسن مما نطور ونفتح أبواب إحنا في غنى عنها. طيب هسه راح تبدون تتساءلون وتقولون يعني منو هاي الأبراج اللي ممكن تتقبل النصيحة الفلكية في هذه الفترة؟ نبدأ بالأبراج المستفيدة. الأبراج اللي تكون مستفيدة بهذا التواجد القمري هي مجاميع، أولاً النفس الطبيعة الواحدة اللي هي مجاميع العقرب ومجاميع الحوت ومجاميع السرطان. نسبة الاستفادة بالنسبة إلى برج السرطان من هذا التواجد القمري 50% فقط، 50% من هذا التواجد أكيد. بالنسبة إلى التواجد القمري نسبة الاستفادة لبرج العقرب هي إن شاء الله راح تكون 77 إلى 80%، وهذا فشيء إيجابي. بالنسبة إلى مجاميع الحوت راح تكون 77 إلى 80%. هي هذه دائما احنا ننطيها هذه النسبة. ليش؟ لأنه نحسب الخارطة الفلكية أو ممكن أن يكون هناك فالتواجد مزعج من بقية الكواكب يأثر، فتوضع هال 20% دائما بالتوقعات. إذن على هالأساس احنا نستفيد من 80 وما نخلي 20 تخسرنا 80. أوكي، فهذه هي نسبة الاستفادة. إذن طيب نأتي الآن إلى إعطاء التوقعات الخاصة نتيجة للتواجد القمري في برج السرطان المائي. ذكرت الأبراج المستفيدة، نأتي الآن إلى مجاميع برج الحمل الناري. عزيزي مولود برج الحمل الناري، هذه الفترة أنت مشمول بما قلته لك، تجعل هذين اليومين مجرد عمل روتين. طبيعتك الانفعالية حاول في هذه الفترة أنه تلغيها تماما. الانفعال في هذين اليومين غير صالح، هناك ضغوط على جانب أسري، على جانب شراكة عمل، شراكة عاطفة، على جانب نجاح عام، فهذه راح يكون هناك، فالضغوطات راح تبدي بوادرها في هذه الفترة إذا ما كانت بادرة سابقا. فهاليومين تعتبر من الأيام شوية الأقل حظاً، يعني عذراً أقولها، لكن يجب أن أوجه لك النصيحة. من أنت تعرف كيف تتجاوز هالأشياء، كبت لكل انفعالاتك اللي ممكن أنه تصطدم بيها مع الآخرين، ما يتم شيء أو ما تطور فتحالة ممكن أنه تكون بادية، تبدي تتطور إلى مجالات ما تكون بصالحك ولا صالح الآخرين. أثناء قيادتك للسيارة ممكن أنه تكون أكثر ضبط، أكثر تركيز، تأخذ كم من النوم شوية بمستوى اللي يحتاجه جسم الإنسان. حاول أنه في هذه الفترة أو بالفترات اللي يكون بها الحالة أقل، يعني الأيام تكون أقل حظا، هناك بعض الأغذية اللي تساعدنا لأجل أنه تساعدنا في تهدئة الأعصاب. عندنا الأغذية هي إذا ما كان عندك شيء من التحسس نأكل شوية فاكهة الموز، هناك الليمون، عندنا وتوابعه، عندنا كذلك ممكن الأناناس، ممكن كذلك الأشياء الأكلات الخفيفة اللي حتى ما تحاول تثقل في طعامك في هذه الفترة، لأنه جسمك وعملية تمثيل الطعام بها ممكن أنه كذلك يسوي لك فالتلبك معوي. إذن هذه الفترة هذين اليومين حتى ينتقل القمر إلى برج الأسد أرجوك أنه تكون أكثر صبر. كذلك المحيطين بمجاميع الحمل الناري واجبكم الرعوي أنه تكونون أكثر لطف وأكثر تفهم
وأكثر تعاون وتحمل لهذا الشخص في هذه الفترة، لأنه مساندة الشخص في هذه الفترة يكون من واجبك الإنساني إذا كنت والد، والدة، أخت، أخ، أصدقاء، زملاء عمل. يعني ممكن أنه هالمسألة شوية تخليك أكثر تفهم، وهذا هي هذه هي الحياة. يوم شيء يشيل شيء، يوم إحنا نشيله باكر هو يشيلنا، وهذه هي الحياة. أما بالنسبة إلى مجاميع الثور النجمية، تقول لكم الفترة وجود القمر في برج السرطان بجانب استفادة لكم، نسبة الاستفادة منه هي 60%، وهذا فشيء إيجابي يساعدكم كثيرا في حل هذين اليومين، في حل أمور اللي تخص معاملات، تخص إجراءات إذا كانت إجراءات أسفار قريبة، إذا كانت أمور دراسة توجيهية، ممكن في هذه الفترة كل هالمعاملات عندكم تكون ماشية. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء، القمر في برج السرطان ممكن أن يكون مفيد لكم من الناحية، ممكن يصلكم مبلغ من المال، ولو راح تقولوا لي يعني هو رأس شهر بالنسبة للموظفين بسيطة، لا، راح يكون مبلغ من المال أو هدية أو فد إطراء معنوي، هذا فتشي راح يرفع من إمكانيتكم المعنوية وكذلك التشجيعية، إحساسكم بحب الآخرين لكم يخلي القيمة الإنسانية اللي موجودة عندكم، ينطيكم شيء من الرضا، شيء من الهدوء النفسي، شيء من الإحساس بقيمة الذات، وهذا الشيء يحتاج الإنسان دائما. بالنسبة إلى مجاميع السرطان، قلنا أنه نسبة استفادتكم من القمر هي 50%، فحاول أنه استفادتك من القمر بال50%. احذر من التعامل مع أحد أفراد الأسرة أو شريك العمل أو شريك العاطفة. إذا كنت موظف، حاول في هذه الفترة أنه فقط إذا كان عندك طلب تقديم روح قدمه، مو مشكلة، لكن أنه مثلا تقدم طلب نقل، إجازة، فت شغلة تحتاجها بهالمسائل، ممكن أنه فد رد فعلك النفسي أو التوتر اللي أنت بي يخلي رد فعلك مع زملائك بالعمل أو مع مديرك شوية يصير فتاج بسيط. حاول قدر المستطاع في هذه الفترة أنه التزم الحكمة، التزم الهدوء، التزم أكتفي بعملي الروتيني، أدي واجبي مثل ما هو مطلوب مني، ما أبدأ بأمور وإشكاليات ممكن أنه تسبب لي فالتوابع غير إيجابية. يوم 4 راح ينتقل القمر إلى برج الأسد، تهدى الوضعية، إذا أعرف من أين تؤكل الكتف، وأعرف في أي يوم ممكن أنه تكون الفترة لك مناسبة للتقديم حتى ما يكون لك يعني فد إشكالات. بالنسبة إلى مجاميع الأسد، تقول لكم الفترة أنه القمر متواجد بالبيت اللي يسبقكم، نفسيتكم شوية بيها شيء من التعب، خصوصا وأن تأثير المشتري والمريخ وكذلك الزهرة ضاغط عليكم، فمن يكون القمر متواجد في موقع غير إيجابي تعتبر الفترة من الأيام الأقل حظا، لذلك انتظروا دخول القمر إلى برجكم، أنتم كذلك مشمولين بأنه تتممون أعمالكم بالشكل الروتيني فقط. بالنسبة إلى مجاميع العذراء، يختلف الوضع، هناك تسهيلات، نسبة من الاستفادة من 65% إلى 70% من وجود القمر عندكم. أحبابي حاولوا أنه تستفيدون من هاليومين قبل انتقالة القمر إلى البيت اللي يسبقكم، فهاليومين مناسبة. نلاحظ أنه مجاميع الثور، الجوزاء، العذراء إيجابي وجود القمر بالنسبة لهم. نأتي الآن إلى مجاميع الميزان. مجاميع الميزان، وجود القمر في برج السرطان يخلي نحافظ دائما على أشياءنا، يعني أشياءنا اللي هي شنو؟ أسرار، يعني ممكن إنه الإنسان يملكها في حياته ما توجهها لأحد. إذا
يعني أكو قسم من الناس يريدون يتصرفون في التصرف ما يعلمون به أحد. هاي الأيام اللي ما ممكن أنه نتصرف بيها في هذه الفترة نخفف من حدة التوتر، أو إذا كان بادي يعني ويانا فد سوء فهم أو فد خلاف مع أحد الأحباب أو مع أحد الأصدقاء أو سواهم من الناس اللي أنتوا تعرفوهم، حاولوا أن تخففون الوتيرة. تبدون متشنجين، يعني أنتوا معروفين بالدبلوماسية، لكن هاليومين شوية راح يكون الدافع الانفعالي أعلى درجة من الدافع الدبلوماسي. فلهذا السبب أتمنى أنه هالفترة نأخذها شوية باحترازية، نأخذها بحكمة، ننتبه إلى وضعنا الصحي أثناء قيادة السيارة، كذلك في نفس الوقت كبار السن إذا كان عندنا أم وأب ينطيهم العافية، كبار السن يحتاجون من عندنا في هذه الفترة رعاية واهتمام، لأن راح يكونون أكثر حساسين لكل كلمة أو تصرف نتصرفه، فهالفترة ضرورية جدا لذلك. بالنسبة إلى مجامع العقرب الوضع يختلف، نسبة الاستفادة هي 77 إلى 80%. يدعم وضعكم العام طاقة سلبية تتخلصون منها، طاقة إيجابية تدخل إليكم، ممكن أنه تكون عنصر فعال في مجتمعك، ممكن تحل خلاف يعني مع أحد معارفك، بس لا يكون الخلاف من مجامع الأسد، السرطان، الحمل، الميزان الجدي. بالنسبة إلى مجامع القوس، تقول لكم الفترة وجود القمر في برج السرطان يعني ما يشكل عليك ضرر، لكن بالعكس تعتبر من الأيام الأكثر تسهيلاً، تعتبر نسبة الاستفادة من هذا الوجود القمري بالنسبة لك تعتبر 60%. بعد ذلك راح يكون القمر متواجد في برج بعد 4 بالشهر في برج الأسد، هذا راح يساعدك كثيرا إلى يوم 6 بالشهر. هذه فترة إيجابية جدا لكم، حاولوا أنه تتممون بها أعمالكم، خصوصا وأن عندكم ضغط فلكي وأنتم تعتبرون من الأبراج شوية المتأثرة بهذا الضغط الفلكي، لذلك الأيام اللي تجينا مسهلة وكثيرة الحظ نستفيد منها. فأتكم منا إلى 6 بالشهر إمكانية تتميم أعمال، فتابعوها. بالنسبة إلى مجاميع الجدي، تقول لك كن أكثر صبرا في التعامل مع شريك العمل، شريك العاطفة، لا تكن لحوحا في متطلباتك، يمكن يكون الشريك غير قابل لهذه الفترة للتعاطف معك أو لتتميم ما تريد، ممكن ما يتقبل كلامك، فهالأشياء راح يكون لها فدافع أو فتح جدال أنت في غنى عنه. هذه الفترة كن أكثر تعاطفا مع وضعك ومع الآخرين، إضافة إلى ذلك حاول أنه أنتظر حتى دخول القمر إلى أو انتقالته إلى موقع آخر. ليش؟ لأنه هناك ضغط فلكي أنت تعاني، رغم وجود أو تقدم كوكب بلوتو في برجك هذا يساعدك، لكن الوضع القمري ومشاكسته ويا الشمس شوية راح تخلي هالجانب هذا شوية متأثر، أو تبدي ببوادر تأثر، فاقمعها وهي في مهدها، لا تحاول أنه تطور أمور ممكن أنه ما تكون بصالحك. بالنسبة إلى مجاميع الدلو، وجود القمر في برج السرطان يشكل لك تفكير في مسألة مالية، لا تفكر بها شغلة ممكن أنه تحلها في موضوع مالي بيت يخص التمويل والقروض والعالم الآخر. هذه الفترة ممكن أنه تسهل لك، وأتمنى أنه تتمم أعمالك في هذه الفترة فهي أفضل لك بكثير. بالنسبة إلى مجاميع الحوت، نسبة استفادتك من القمر ده تكون إن شاء الله 77 إلى 80%، فهذا يعني أنها فترة للعمل، ف
فترة للتسهيلات، فترة لحل بعض الإشكالات، فترة لحل وضع شخصي أو برمجة ذات على طريقة إن شاء الله تكون إيجابية. هذا ما تقوله توقعات القمر نتيجة للتواجد تواجده في برج السرطان المائي، والله أعلم. إن شاء الله الله سبحانه عز وجل يملأنا رحمة وبركة ويسهل خطاكم جميعا إلى ما فيه الخير وتتميم أعمالكم إن شاء الله الطيبة والخيرة. أشكركم وأشكر متابعتكم أحبابي، إن شاء الله أرجو ما أكون طلت عليكم. أنقل الأجواء إلى زميلاتي وبناتي هبة وسجى. نعم، شكرا لك سجينان ويعطيك العافية، وأتمنى لك يوم موفق ويوم إيجابي مليء بالطاقة والحيوية. إذا مشاهدينا نأخذ فاصل ومن بعدها لنعود.